لهاش ماشيين في سكة كلها مليانة خير. مشاهدينا مساء الخير واهلا بكم معنا في حلقه جديده من بيت الخير. رمضان كريم وينعاد علينا وعلى الامه العربيه كلها بالخير. امبارح كان معانا الحاجه عزيزه بتاعت امبابه، الحاجه عزيزه اللي بتتضايق لما بتشوف حد جعان وبتحب تشبع كل الناس وبتاكل اللي تقدر عليه وبتجوز ناس وبتعمل خير كبير جدا جدا مع انها ست بسيطه جدا. الحقيقه ان الفيدباك اللي جه على الحاجه عزيزه كميه مكالمات وكميه ناس عايزين يساعدوها وكميه ناس طالبين منها مساعده جه عليها رد فعل كبير جدا. فاحنا النهارده هاخد بس جزء صغير من الحلقه للحاجه عزيزه. تعالوا نروح نشوف التقرير ده ونرجع تاني. يلا النهارده احنا سعداء جدا نشكر قناه المحور على الاستجابه الجميله اللي في اهل خير. واحد متبرع جاب لنا السوق، جاب لنا 100 كيلو شوربه، جاب لنا 100 كيلو مكرونه، وجاب لنا 35 زيت، ومشكرين جدا جدا، جزاكم الله خيرا. وبنشكر القائمين على قناه المحور، وبنشكر الاستاذه اميره، وبنشكر كل اللي موجودين معانا على الصفحه على قناه المحور. الحاجه عزيزه جالها كم من التبرعات وكم من الناس اللي عايزة تتبرع لها كبير جدا، واحنا خليناهم او وصلناهم بالحاجة عزيزة. تقريبا انا معايا دلوقتي يا جماعة الحاجة عزيزة على التليفون، معانا الحاجة. طيب الخط قطع. طب نكلمها يا جماعة، نكلم الحاجة عزيزة معلش تاني. جالها كم كبير جدا من التبرعات وناس كتير جدا عايزة توصل لها وتعمل خير معاها. وزي ما قلنا ان احنا في البرنامج عندنا هننور، في ناس شغالين شغل كبير جدا في مناطق، يعني انا بكره معايا حلقه ان شاء الله عن الوراق. شويه شباب في الوراق يا جماعه عاملين شغل غير طبيعي، غير طبيعي، عاملين فكره مش ممكن، يعني عاملين الناس اللي محتاجه في الوراق. مش هنديكوا فلوس، هنديهم بص الفكره صايعه ازاي، بونات. كل بون ب 10 جنيه. كل اسره بقى على حسب ما هي محتاجه ايه، كل اسره محتاجه 10 بونات، 20 بون، 30 بون. ومتفقين مع الصيدليات ومع الاسواق والسوبر ماركتات والمكاتب وسناتر التعليم وكله ان بيجوا يبدلوا البونات دي بحاجات ياخدوها، يعني مش بيدوا لهم فلوس في ايديهم بالبون، كل بون ب 10 جنيه، فكره عبقريه. فعلا عاملين شغل كبير جدا في الوراق، ان شاء الله هم هيكونوا موجودين معايا بكره. فاحنا في برنامجنا بننور الناس اللي فعلا بتعمل خير، بيوت الخير فعلا، يعني الحاجه عزيزه دي فعلا هي بيت خير، بيت خير فعلا. فبننور الناس دي عشان احنا عايزين نساعدهم، وكمان عايزين الناس اللي حابه توصل لهم يعرفوا يوصلوا لهم. يعني في ناس كتير بتبقى عايزه تتبرع وعايزه تدي فلوسها في مكان ما بتبقاش عارفه تروح فين. انا شايفه ايه الحاجه عزيزه دي، يعني برافو عليها، ست مش عايزه حاجه من الدنيا، مش عايزه حاجه غير انها تاكل الناس وتشبعهم. انا ما شفتش كده في حياتي فعلا. فقرتها امبارح كانت فقره جميله جدا. طيب تعالوا نشوف معانا ايه النهارده في الحلقه. حلقه اليوم طيب اول فقره معانا النهارده عن راجل بجد غلبان جدا، كان كسيب وجدع وبيصرف على بيته وعنده مراته وعنده اولاده، وبيقول لي ان انا كنت كسيب، يعني كنتش محتاج حاجه من حد، كنت بشتغل وكنت معايا فلوس. حصل له قدر الله حادثه، قضاء وقدر، بتحصل لناس كتير جدا، رجله اتقطعت، ما بقاش عارف يشتغل، حاله اتبدل من حال لحال. للاسف الشديده ما بسمع انه في اولاد بترمي ابهاتهم او امهاتهم، بيسألوش عليهم، مش عايزين يعرفوا حاجة عنهم. أنا الحقيقة بستغرب جدا يا أخي، حتى لو هو كان وحش، يعني حتى لو الراجل أبوك ده اللي كان بيصرف عليك كان سيء، كان بيعاملك وحش، كان قاسي معاك، مش كده ما ترميهوش، ما تسألش عليه خالص. فهو بيقول أنا ولادي رمياني، ما بيسألوش عليا. رحنا شفنا الأوضة يا عيني اللي عايش فيها، أوضة تحت بير السلم، حاجة يعني في منتهى الصعوبة. والراجل برضه مش عايز يشحت، يقول انا مش عايز منكم حاجه، ما حدش يديني حاجه، لو جيتوا اديتوني النهارده مش هتدوني بكره، انا عايز تعملوا لي مشروع، انا عايز زي ما كنت بكسب قبل كده وكنت كسيب. والراجل عايز اقول لكم قد ايه مثقف وقد ايه واعي وقد ايه بيتكلم وهو فاهم جدا. فبيقول انا عايز مشروع، انا مش عايز حاجه من حد، مش عايز اشحت ومش عايز حاجه من حد،
ادوني مشروع اشتغل بيه واكل منه عيش، حتى الاوضه دي ما تغيروها ليش، انا بس عايز مشروع اكل منه عيش. والحقيقه احنا حلينا له مشكلته، يعني النهارده احنا هنقول لكم حل المشكله ايه، بس تعالوا نروح نشوفه الاول ونرجع نكمل معاكم تاني. عم محمد ماتت مراته محروق وربى أولاده وكان كهربائي كسيب، ولكن للأسف الشديد بعد ما فقد رجليه الاثنين أولاده رموه في الشارع. أستاذ محمد فاضل إزيك؟ عم أهلا بيك يا حبيبي. دي بقى أنت كنت كهربائي؟ أنا كنت كهربائي معمار وصنايعي كسيب يعني. الحمد لله كنت، الحمد لله. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ قولي الاعاقه جات لك ازاي؟ ايه اللي حصل؟ والله حضرتك كنت بعمل فيلا في التجمع الخامس قبل العيد بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت. كان يوم وقفه العيد الكبير، فضرب في رجلي صاروخ. طبعا ودونا القصر. هناك عملوا لي عمليه وركبوا لي مسمار وخيطوا الجرح. بعد 20 يوم طلع ان المسمار ده ملوث، عمل غرالي. جم عملوا لي بتر. بعد 6 شهور اكتشفوا ان العظمه طويله سنتي. فطبعا احترنا معاهم ولفينا على القصر تاني عشان يقصروا العظمه. النهارده في 70 عمليه، النهارده مفيش سراير. اخويا خد الاشعه لف على المستشفيات، كل ما يروح مستشفى يقولوا له لا ما ملناش علاقه طالما هو عاملها في القصر. فراح مستشفى احمد ماهر قال لهم، فبيقول له الدكتور هو عامل العمليه فين؟ قال له ده والله كان في ليبيا والناس ولاد حلال جابوه لنا على الحدود. فالحمد لله فاحمد ماهر عملت العمليه وربنا يكرمهم. دلوقتي انا فكيت السلك وبتحرك عادي يعني، الحمد لله. عندك اولاد ولا لا؟ عندي محمود وياسر. في محمود في كليه التجاره سنه ثالثه، وياسر في ثانيه تربيه. بيتي ولع والمدام توفت من 20 سنة. وعشت عليهم وهم قاعدين عند ستهم في الويل. سألوا عليك بيودوك بيشوفوك محتاجينك، محتاج حاجة. الحادثة دي من بعد الحادثة دي أنا ما شفتش حد. أنت بتكسب حلو صح؟ الحمد لله. كنت كسيب يعني، كان معاك فلوس. أنا عارفة إن الصناعية وبالذات الشاطرين الجدعان اللي زيك كده، وأنا شايفاك إن أنت باين عليك إن أنت يعني جدع ويعني وواعي وفاهم كويس بتقول إيه، وواقعي جدا كمان فوق فوق العادي يعني. ما اتكلمت معاك. لا على فكرة حضرتك أنا فأكيد كنت كسيب. كنت بشتغل وبدرس. ما أنا بقول لحضرتك أنا أساسا كنت بشتغل من وأنا عندي 12 سنة، وأنا اللي اخترت اتجاه المهنة لأن أنا كنت هاوية. تكسب منها وبكسب منها كسيب، مش محتاج من حد حاجه، وفجاه الحياه اتغيرت. يا ماما انا لما بيتي ولا ومراتي ماتت ما لجأتش لاي حد وقلت له اديني، ومع العلم انها حريقه ومصيبه ووضع زي كده واولاد صغيرين عند ستهم. انا النهارده انا وبرضه النهارده ما بقولش اديني، انا بقول انا عايز اعمل، انا عايز اللي يساعدني، مش عايزه يديني شهريه. مش عايز فلوس من حد. لا انا مش عايز واحد يجي يقول لي طب انا هديك 5000 جنيه في الشهر، انا مش محتاجهم. لا يا ماما انا محتاج حاجه ابدا انا بيها حياه جديده، انا عايز احقق وضعي الجديد. انا خلاص النهارده لا بقيت كهربائي ولا بقيت فني مثلا الومتر ولا بقيت دبلوم تجاره، انا بقيت راجل معاق. عايز اعيش حياتي، اكيف حياتي على الوضع اللي انا فيه. انا راجل معاق مش عايز احتاج لحد، عايز انا اعيش. العجله منين بتاعت ولاد حلال؟ معرفه قاعد بتكلم معاهم، فبيقول لي انت يعني ناوي على ايه او الوضع؟ قلت له والله ربنا يسهل، ناوي اعمل كذا وناوي اجيب كذا. في خلال يومين هو من لان برضو انا عامل مع ناس كتير يعني، واقف مع ناس كتير قبل كده في شغل وما لقيوش مني حاجه وحشه، فهم لموا من بعض ولقيتهم بيتصلوا بيا. تعالى عايزينك. رحت لقيت العجله ماشي. ف ما انا بقول لحضرتك بس، لكن انت محتاج تعمل ايه بقى على العجله دي؟ محتاج ان اعمل باترينا صغيره على العجله الومتال
احط فيها شويه مناديل، احط فيها بسكوتات، احط فيها شيبسيات، اجيب تحت تحت الكرسي بتاع العجله في مكان ممكن احط فيه اللي هي الثلاجه الصغيره، واحط فيها ثلج، واحط كنزات، احط وانا داخل على طريق ميه معدنيه وكنزات. كبر بقى مشروعك واحده، بكره بعده بعد سنه بعد ما ربنا يريد هبقى محل، هبقى كشك، هبقى حاجه. كل طلبه الفاترينا الصغيره دي اللي هتحط فيها بسكوتات ومناديل وهتحط تحت الكرسي حاجه ساقعه مش عارف ايه هو ده اللي انا طالبه من ربنا، وربنا سهل ان شاء الله بامر الله. انت محتاج كطرف صناعي برضه هيساعدك كتير ان انت تمشي يا ماما ما فيش مشاكل والله، لو جت من عند الله اهلا، لو جت من عند الله اهلا. انا المشروع اللي انت برضه الفاترينا اللي انت قلت عليها دي محتاج تلاجه فيها، التلاجه الصغيره مش تلاجه يعني صندوق وتلج وكده وبعمل تلج في بيتي على تلاجتي وبحطه فيه، مش مشكلة يعني، الحياة سهلة بس احنا نحاول نسهلها ونحاول نتحرك، لكن نقعد انت عايز تتحرك في الاخر. طب ما انا عايز اتحرك، مش عايز ما استغلتش الاعاقة بتاعتك دي في ان انت تعمل زي ما ناس كتير بتعمل. ده في ناس بتمثل الاعاقة دي، عارف كده، في ناس بيبقوا ما فيهمش حاجة وبيعمل ان هو عنده اعاقة وبينزل يشحت بيها، لكن انت مش عايز كده. بعد اذن حضرتك امل ان انت تقوم تقف على رجليك مرة. صلى على النبي، اللي خد طول عمره انه يدي ما يعرفش ياخد. الانسان اللي خد على عطاء ما بيعرفش ياخد. فانا طول عمري بدي. وبعدين حضرتك النهارده قابلتيني فين؟ في جامع اهو، لقيتيني على بابه. طيب. لا لا بالعكس، انا معجبه بيك جدا. ما انا بقول لحضرتك يعني. لا لا معجبه بيك جدا على فكره، ان انت عايز انت تشتغل، انت مش عايز حاجه من حد، انت عايز تشتغل. يا ماما ما هو ما ينفعش. ما ينفعش. أنا والله 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 لو هعيش زي العالم القذرة اللي في بلدنا هبقى مليونير في سنة. والله العظيم هبقى مليونير في سنة. لا أنا مش عايز كده. أنا ما أعرفش كده. مش هقبلها. ممكن حضرتك دلوقتي تديني جنيه. الجنيه ده لو جبت بيه سندوتش مش هعرف أبلغه. ما مش هينفع. ده أحسن لي أمشي جعان. معجبة بيك جدا صدقني، والله معجبة بيك جدا ومعجبة بثقافتك ومعجبة بقوتك ومعجبة بالأمل اللي عندك ومعجبة إن أنت عايز تقف على رجليك. يعني أنا شايفاك يعني حقيقي راجل جدا يعني. الله يخليك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء. بس أنا عايزة أقول لأولادك حاجة برضو، إحنا في رمضان المفروض يسألوا عليك ويودوك، أنت مش عايز منهم حاجة، أنت عايز بس السؤال. والله صلى على النبي. مشاكل او حتى لو هم واخدين فكره سواء كانت غلط او صح، دي حاجه ما تخصناش، مالناش دعوه، بس انه المفروض انه يسالوا عليه. صلى على النبي. انك لا تهدي الاحبه والله يهدي من يشاء. الهدايه دي من عند الله. معلش انا هقول لهم ايه؟ هقول لهم ربنا يكرمكم وربنا يسعدكم ولاقيكم شرب يا أقول كده بس، حتى لو مش معايا، لو بعيد عني، أتمنى إن أنا ألاقيهم في خير، بس مش عايز أكتر من كده. أنا عايز أشوفك كويس إن شاء الله قريب. الله يخليكي، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، وأنت طيبة. عنده ولدين في الجامعه تقريبا، ومحدش فيهم بيسال عليه. هو مش محتاج منكم حاجه، بس اسالوا عليه ودوه، بس عامل ايه، كويس، محتاج حاجه. ابوكوا في النهايه بغض النظر، هو كان انا معرفش تاريخكم ايه مع بعض وما سالتش وما يهمنيش اعرف الصراحه، بس ان هو في النهايه ابوكوا دلوقتي محتاج، فعلى الاقل ودوه شوفوه محتاج حاجه اسالوا عليه يعني. طيب انا معايا دلوقتي الاستاذ محمد فؤاد، نائب رئيس جمعيه الاورمان. الو استاذ محمد. حضرتك محمود يا فندم. عفوا معلش استاذ محمود، صح هي مكتوبه قدامي محمود وانا قريتها غلط. ازيك عامل ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيب.
كل سنه وحضرتك طيبه والمصريين كلهم بخير ورمضان كريم علينا جميعا. رمضان كريم، رمضان كريم. شفت معانا حاله عم محمد؟ حقيقه انا مش قدام التلفزيون، بس كان الاعداد كلمني وقال لي ان في حاله عندها باتري في الساقين تقريبا، ساقوح، ومحتاجه يا فندم، ومحتاجه جهاز تعويضي ومحتاجه مساعده، واحنا كجمعيه الاورمان مستعدين ان شاء الله نساعد. هو عايز مشروع يعيش منه، هو راجل عنده كرامه جدا وعنده عزه نفس جدا، وكان كسيب وكان شغال كويس قوي، حصل له الباتري في رجليه ده، فللاسف الشديد مش عارف يرجع يشتغل زي الاول. هو كل طلبه مشروع يعيش منه، وانا بقى هو ما طلبهاش، بس دي انا نفسي ان انا اعملها له، ان احنا نشوف له مكان معقول يعني البني ادمين يعيشوا فيه، لان هو عايش في اوضه تحت بير السلم، فانا شايفه ان دي الصراحه يعني ما ينفعش حد يعيش فيها، فاحنا عايزين نجيب له اوضه مبدئيا ونشوف المشروع اللي هو عايز يعمله ده. بس انا عندي تعليق صغير، موضوع بس دراسه الحاله، انه في بعض الاحيان بياخد وقت طويل والراجل مش مستحمل بقى له كتير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ابعتوا لنا بس بياناته، واحنا نتواصل معاه بكره، هنبعت له حد بكره ان شاء الله من اداره الابحاث يعملوا البحث اللازم، وان شاء الله خلال اسبوع بوعد حضرتك ان كل حاجه هتبقى تمام، سواء الجهاز التعويضي او المساعده، سواء كانت بقى مساعده في ايجار او ايجاد غرفه، احنا هنشوف هو محتاج ايه بالظبط ان شاء الله. وانا بوعد حضرتك على الهواء دلوقتي ان اي حاله من طرف البرنامج او اي مصري، مش من طرف البرنامج بس، صح، محتاج عمليه قلب او عمليه عيون وقلب تعويضي، ايوه جمعيه الاورمان تحت امركم، جمعيه الاورمان بتاعت كل المصريين، واحنا يعتبرنا اولاده كل يعني كلنا اولاده ان شاء الله يعني. طيب، وهنساعده ان شاء الله وبوعد حضرتك. طيب عم محمد، لو هو عايز مثلا يعمل مشروع، هل ممكن تدوا له قرض حسن؟ يا فندم طبعا ما فيش مشاكل خالص، يعني برضه نشوف هو ممكن يشتغل في ايه او عنده خبره في ايه، بنعمل له دراسه حاله ودراسه جدوى، بنعمل له قرض حسن. القرض الحسن طبعا بيتاخد على 3 مراحل، كل مرحله 7000 جنيه، المرحله الاخيره بتبقى منحه لا ترد 7000 جنيه، اللي هي بعد المرحله الاولى والمرحله الثانيه. يعني بياخد الاول 7000 جنيه وبعدين بيسدد قسطهم 100% بدون اي فوائد او بدون اي مصاريف اداريه، وبياخد المرحله الثانيه. طبعا المعايير ان هو ياخد المرحله الثانيه ان هو بيبقى المشروع قائم وبيشتغل، بنفضل معاه المرحله الثالثه بنديها له كمكافاه ليه ان هو قعد 40 شهر شغال، وده هدف الجمعيه، يعني الجمعيه تشجعوا الناس انها تشتغل. بتركز دايما ان احنا مدرسه ما نديش فلوس ولا طبعا مساعدات، دايما بن 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 يعني بنزوق الناس ان هم يشتغلوا، والمشروع طالما قعد 40 شهر شغال وبيكسب منه فخلاص بقى جزء من حياته. ايوه، فاحنا بنكافئه بالمرحله الاخيره 7000 جنيه، دي بتبقى مكافاه ليه كمان حلقه تراب. ده بالنسبه للقرض. بالنسبه طبعا لجميع مشروعات الجمعيه مجانا 100%، سواء الاجهزه التعويضيه، احنا بنجيب الاجهزه التعويضيه المودلر الالماني. ايوه طيب الاوضه اللي هو قاعد فيها، هل ممكن المندوب اللي هيروح له بكره هل ممكن ينقله في حاجه تانية احسن شويه؟ يعني انا كنت اتكلمت معاك وقلت لي ممكن تنقله في حاجه لحد 500 جنيه شهريا، مظبوط؟ ما فيش مشكله، سواء احنا كنا هنديها له ياجر بيها هو اوضه بمعرفته او احنا نجيب له اوضه، ما فيش مشاكل خالص. يعني ممكن بكره ده يحصل؟ يا فندم ان شاء الله باذن الله احنا هنبعت له الباحث بكره. بقول حضرتك بس طبعا دراسه الحاله بتاخد لها من 3 4 5 ايام، الاجراءات والشيك والمساعده اللي بتطلع ان شاء الله خلال اسبوع بالكتير قوي ان شاء الله هتكون كل حاجه، وتروح تصوروه في المكان الجديد. هنروح له اكيد ونشوف المشروع ان شاء الله اللي هو هيعمله، لان هو فعلا محتاج، وانا عاجبني فيه جدا ان هو عايز يشتغل، هو مش عايز حاجه من حد، هو عايز يشتغل. بالظبط، عايزين كل الناس تشتغل. بالظبط، الناس تشتغل، لان هو خلاص طالما اشتغل مش محتاج مني حاجه بعد كده. صح صح، محتاج صح من اي حد حاجه بعد كده. صح، استاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعيه الاورمان، بشكرك جدا. طب دلوقتي انا معايا على التليفون مين؟ عم محمد. يا عم محمد، ايوه، ازيك؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. الحمد لله، كل سنه وانت طيب يا استاذه. عامل ايه في رمضان؟ احكي لي. الحمد لله بخير وفي نعمه، والله الحمد لله. قول لي، لسه في الاوضه زي ما انت؟ نفس الاوضه صح؟ والله في نفس المكان، يعني انا ده لا جديده تحت سماء العاصمه. انا اسفه والله، انا اتاخرت عليك بس غصب عني، بس اوعدك والله الموضوع ده هيخلص صدقني. ربنا يكرمك. انا على فكره برضه مع المداخله كده سامع ان حضرتك بتتكلمي مع مندوب تقريبا جمعيه الاورمان. مظبوط، اللي انا رحت قدمت لهم وبعد كده لقيتهم بعد شهر. خلينا نتكلم في اللي جاي. انا بوعدك وعد مني شخصي ان الموضوع ده هيخلص، يعني بكره هيكون عندك مندوب وهيخلص لك القصه دي، ما تقلقش. بعمر الله ربنا يشفيك، اتمنى ذلك. وبتاسف لك مره ثانيه ان احنا اتاخرنا، معلش. يا
ولا يهمك، انا عادي التاخير في الاول وفي الاخر من عند ربنا يعني. طيب هم هيشوفوا لك بكره، انا عايزاك بقى تعمل ايه دلوقتي؟ تبتدي تدور على اوضه في حدود 500 جنيه في الشهر، تمام؟ بحيث ان هم ينقلوك من الاوضه اللي انت فيها للاوضه الثانيه دي على طول، ده بكره هيحصل، تمام؟ بامر الله. ودراسه الحاله بتاعتك هتاخد من 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 4 لـ5 أيام زي ما الاستاذ محمود قال، تمام؟ ان شاء الله. ونشوف موضوع القرض الحسن ده اللي انا شايفاه هيكون احسن لك. يعني القرض الحسن ده، فاكره اما انا وانت اتكلمنا وقلت لك طب ما تفتح محل تبيع فيه اجهزه كهربائيه اللي هي الصغيره، الحاجات الصغيره دي، قلت لي لا ده مشروع هيكلفني كتير وانا عايز باترينا صغيره وده اللي هقدر دلوقتي ممكن اخد فلوسه وحاجات قليله، فاكر؟ ايوه واخد بالي. رايي ان انت تبتدي انا شايفه لو هم هيدوك قرض حسن، انا رايي تشوف المحل اللي انا بقولك عليه ده، محل الادوات الكهربائيه، الاسلاك، مش عارف ايه الحاجات اللي هي ايه الكهربائيه بيحتاجوها، ودي الحاجه شغلانتك اللي انت كنت بتفهم فيها اصلا. ربنا يسهل. انا طبعا حسب راس المال يا ماما هقدر اتحرك. طيب صح كده، يعني انا معاك ما تقلقش، هنفضل متابعينك ان شاء الله. هنفضل متابعينك. ولادك سالوا عليك ولا لا يا عم محمد؟ برنامج، وبشكر المؤدي بتاع البرنامج، وبشكر مخرج البرنامج، وبشكر الجميع، وربنا يسهل. ان شاء الله ان شاء الله. تمام خير برضو. عم محمد ولادك سالوا عليك ولا لا؟ يا ريت بقى الموضوع ده ما نتكلمش فيه، معلش يعني. طيب خلاص بلاش خلاص. كل سنه وانت طيب. ايوه كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيب. ظلام الليل يجمعنا يبعدنا يوم ابنما، صح كده ولا ايه؟ كل سنه وانت طيب يا عم محمد. طيب يا عم، هنفضل متابعينك وهبعت لك كاميرا قريب ان شاء الله، شوف المشروع الجديد بقى اللي انت هتعمله هيكون ايه. ربنا يوفقك. طيب معلش هرجع تاني للحاجة عزيزة، لان احنا كنا حاولنا نتصل بيها والخطوط كان فيها مشكلة. الحاجة عزيزة هفكركم مرة تانية، الحاجة عزيزة بتاعت امبابة اللي عاملة مشروع بتأكل فيه الناس وعاملة مبادرة معا ضد الجوع. يا حاجة عزيزة اهلا اهلا حبيبة قلبي، مش عارفة اقول لك ايه والله. ازيك انت عاملة ايه؟ والله انا مش لاقي حاجه اقولها لكم. انا من امبارح من ان انا فرحانه ان في ناس اهل خير في الدنيا كده وعاملين قناه بيطلعوا الناس في وجه الله كده، وحاجه تفرح بصراحه. انا مش عارفه اقول لكم ده، انت كسرتي الدنيا امبارح. ده مش قادره اقول لك امبارح الناس كانت معجبه بيكي ازاي. حبيبه قلبي ربنا يعزك يا بنتي ويسترها عليك وعلى حياتك كلها يا رب يا روحي. قولي لي بقى رد الفعل كان معاكي ايه يا حاجه عزيزه؟ في حد كلمني في التليفون النهارده، انا بصراحه بقيت فرحانه فرحه الدنيا. جاب لي 100 كيلو رز، جاب لي كده 100 كيلو مكرونه، وجاب لي 100 كيلو سكر، وخمس كراتين زيت للمطبخ. انا احنا اللي شغالين عندي في المطبخ متطوعين بقى، ما هيزغرفوا من الفرحه. مصدقين نفسنا، معقوله الجمال ده؟ ها ربنا يعزك يا بنتي ويسرع عليك يا رب. يعني بس عايزه اقول لك ده مش لوحده، ده انت جايه عليكي كميه تليفونات كبيره جدا، الناس عايزه تتبرع لك وتديكي وتشارك معاكي في الخير الكبير اللي انت بتعمليه. يا ريت يا رب يا منت كريم يا طب قولي لي بقى، انا عايزه اعرف منك ان اللي حابب يوصل لك، تمام؟ يوصل لك ازاي؟ رقم تليفوني، وانا بصي اروح له بنفسي وابص على ايد لحد عنده والله. لا يعني يوصلوا لك فين؟ في امبابه يعني؟ 8 شارع المدرسه، من شارع 3 سواحل امبابه، بس التليفون سريع بجاوب مع الناس على السريع يعني على التليفون. طيب هل عامله مثلا صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا جمعيه احباب الكريم الخيريه، جمعيه احباب الكريم بس كده. يخشوا هيلاقوك التليفون. هيلاقوني بقى، هسيب الشغل بتاعي كله بفضل الله عز وجل، والتليفون هيوصلهم بيه على السريع باذن الله تعالى. تمام. انا مبسوطه قوي ان انت مبسوطه يا حاجه عزيزه. انا فرحانه بيكوا يا بنتي، وما يحبوكوش لحد في الدنيا ولا في الاخره، وانا خدامه عند الناس دي كلها. قولوا لهم كده الحاجه بتقول لكم هي شغاله خدامه عندكم، انتوا بس دعموها بالاكل والشرب وهي خدامه عندكم والله اقسم بالله. طب ناقصك اكل ايه تاني دلوقتي؟ يعني ايه اللي ناقصك؟ انا عايزه لحمه وفراخ. محتاجه لحمه وفراخ، جالك مكرونه وجالك رز وجالك سكر ومحتاجه لحمه وفراخ. محتاجه لحمه وفراخ، ومحتاجه تمر هندي وعرق زيتون. ده اللي انا عشان عليهم بس يعني كل يوم بتصرف كده واشتري على قد يعني بفضل الله يعني. طيب وجهاز العرايس واصله فيه لحد فين دلوقتي؟ اقسم بالله ما عندي غير 3 عرايس من 70 عروسه، 3 عرايس. ده اللي عرفتي تجمعيه لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي والله زعلانه جدا يعني، عشان رجليا تعبانه شويه فمتاثره جامد، ان انا عندي ظروف يعني مش قادره الف الم تبرعات زي ما انا بلم، بس ان شاء الله عارفه ان ربنا هيقف معانا كلنا باذن الله تعالى. طيب احنا معاكي عامه، تمام؟ احنا دلوقتي بنقول ان انت بتعملي الاكل، تمام؟ وجهاز العرايس اديكي مهتمه بيه عشان لو في ناس عايزه ان هي تساعد في الخير ويجوا بنفسهم يسلموا العروسه بنفسهم. كل واحد هيساعد لي عروسه
يوم الحفله اللي هعملها يجي يسلم عروسته بيديه. هتعملي الحفله الجايه امتى بتاعت العرايس؟ لو العرايس جات لي نعملها في 27 رمضان باذن الله تعالى. 27 ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب انا عامه يا حاجه عزيزه هفضل متابعه معاكي اول باول اهو. تمام ربنا يستر عليك يا حبيبتي. والله انا مبسوطه بيكي قوي قوي قوي، نفسي ناس كتير تبقى زيك كده. انا بس عايزه اقول للناس كمان حاجه اللي بتتفرج علينا، يعني انا رحت الشرقيه ورحنا امبابه ورحنا شبرا ورحنا الوراق ورحنا مناطق كتير جدا في مصر، شفنا الناس اللي في قلب المنطقه بيعملوا خير، وكل مره هتلاقينا بنطلع لكم ناس في منطقه مختلفه بيعملوا خير كبير. لو حد بيعمل الخير ده او عنده فكره الخير يبعت لنا على اللينك اللي هينزل قدامكم على الشاشه دي، الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، او يكلمنا على الارقام اللي بتنزل قدامكم، او يبعت لنا رساله واحنا مش موجودين بس خلال الساعه بتاعت الهواء. لا احنا بنرد تقريبا على مدار الاسبوع ال 24 ساعه هنرد عليكم وبنقرا الرسائل وبنشوف كل حاجه وان شاء الله هنرد على طول. طيب انا معايا مين يا جماعه دلوقتي؟ معايا الاستاذ علاء من القاهره. يا استاذ علاء اهلا وسهلا. استاذ علاء الو الو الو. ايوه يا استاذ علاء كل سنه وحضرتك طيب. وانت بقى يا فندم اتفضل. الحقيقه بالنسبه لنموذج الحاج عزيزه ده نموذج جميل قوي محترم جدا حقيقه. انا يعني ما شفت الحلقه عجبتني جدا وما صدقتش اللي انا شايفه قدامي، يعني مش معقول في حد في الزمن الحالي. الست دي ست قلبها نقي جدا جدا، روحها عندها صفاء نفسي نادر الوجود. صح. الحقيقه يعني نموذج. صح. مثال يحتذى به. صح. فربنا يكتر من امثالها يا رب. ست يعني وهبه روحها وحياتها للاخرين. صح صح صح. ومش مش بتدور على اي لا مش عايزة ولا حتى كلمه شكر ولا حتى كلمة شكر. لا هي بتفرح ان هي بتشوف الناس شبعانة، بتقول لك انا بكره اشوف حد جعان. اه والله فما شاء الله ما شاء الله عليها. طيب. فيا ريت يعني لو امكن نتصل بيها علشان اذا كان ممكن نتبرع ونساعدها في عمل الخير اللي هي بتعمله. هسيب لك رقمها دلوقتي، خليك معانا على الكنترول وهسيب لك رقمها وتقدر تتواصل معاها وتتبرع لها باللي انت شايفه او باللي انت عايزه. وعامه هي قالت، يعني انا كنت قصده ان انا اكلمها النهارده تاني عشان نعرف تعرفوا عنوانها، تعرفوا ممكن تتواصلوا معاها ازاي اللي حابب ان هو يساعدها في عمل الخير. هنرجع لكم مره تانية مكملين معاكم فقراتنا، ولكن بعد الفاصل استنونا اوعوا تروحوا في اي حته. بعد الفاصل لسه مكملين معاكم في بيت الخير. ناس كتير مننا فقدت الثقه في دور الايتام. ليه؟ بنخش دار الايتام نحس ان هو عامل زي السجن، سراير فوق بعض، مكان غير صالح ان بني ادمين او اطفال يعيشوا فيه، اكل مش تمام، شرب مش تمام، تعليم اكيد مش تمام. مش طبعا ما بتكلمش عن كل دور الايتام، بتكلم عن معظم، مش هقول بعضهم، هقول معظم دور الايتام عندنا للاسف الشديد في مصر مش مؤهلين ان هم يستقبلوا اطفال صغيره، مش مؤهلين ان هم يعلموا اطفال صغيره، يخليهم نفسيا طالعين مظبوطين، يخليهم نفسيا قادرين ان هم يندمجوا في قلب المجتمع. عندنا في دار الايتام او في دور الايتام في مصر للاسف الشديد بعد الطفل ما بيتم 18 سنه بيعتبروه مش طفل، بيعتبروه ان هو كده بني ادم كتير كبير ويقدر ان هو يطلع لوحده بره في الشارع من غير لا شقه لا شغل لا تعليم كويس لا اي حاجه. بيطلع، تخيلوا ما يكون واحد عنده 18 سنة أو بنت عندها 18 سنة تطلع بره في الشارع، بتعمل إيه؟ مش مؤهلة، مش متعلمة كويس، ما عندهاش مكان تقعد فيه، ما عندهاش مصدر رزق، مفيش أي حاجة خالص. مين هياخدها؟ هتروح لأني سكة؟ أو هيروح لأني سكة؟ موضوع خطير جدا على فكرة يا جماعة. فكل ما بشوف دار أيتام ناس عاملين وعندهم ضمير بيراعوا ربنا في اليتامى اللي عندهم وفي الأطفال اللي عندهم، مش متخيلين انا بتبسط قد ايه، لان انا ما بيوجعش قلبي قد العيال الصغيره. دول ما بيعرفوش يعبروا انا محتاج كذا او انا فيا كذا، صوتهم صعب يوصل جدا فوق ما ممكن تتخيلوا. فشفت نموذج اكتر من رائع لست اكتر من هايله. الست دي هقول ايه، عامله دار ايتام ماشي، بس انا لما رحت ولقيته مش دار ايتام، هي مقعداهم في بيتها في شقتها، شقه عاديه، هما مش حاسين ان هما في دار، هما في بيت.
يعني مفيش دار ومدخل وناس تخش تقعد في الريسبشن وعايزين نتبرع واصل مش عارف، لا مفيش الجو ده. في بتخش في بيت، في ليفنج وفي تلفزيون وفي اوض نوم وفي حميميه، والست على طول قاعده معاهم، هي ماما بتاعتهم على طول قاعده معاهم، حاجه صفاء. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا موديهم مدرسه ايه. يعني كل اللي انا شفته برضو او معظم اللي انا شفته في دور الايتام، يا بيخشوا صنايع يا بيخشوا سياحه حسب. لكن لو في طفل متميز ذكي ليه ما يخشش ثانويه عامه ويخش الجامعه ويطلع ضابط او دكتور او مهندس؟ شفتوا كام حد طالع من دار ايتام ضابط او دكتور او مهندس او حاجه تشرف في المجتمع؟ كام حد؟ الحاجه صفاء مدخلاهم مدرسه الفيوتشرز، اوف، مدخله البنات مدرسه الفيوتشرز، بتعلمهم في مدرسه اجنبي، صرف عليهم، ما عندهم، مبسوطين، رحت لقيت فرحه عندهم، اخوات، ودي ماما. بجد اتبسطت جدا، نموذج اكتر من رائع لام بتراعي ربنا في اولادها. لو كل حد عمل زيها وخد 10 ايتام ولا 15 يتيم ولا خمسه ولا اتنين ولا واحد وطلعوا فرد كويس في المجتمع، كلنا هنختلف جدا. تعالوا نشوف التقرير بتاع الحاجه صفاء. أم فعلا بمعنى الكلمة لمت بنات أيتام في بيتها وبتربيهم وتعلمهم أحسن تعليم عشان ما يحسوش إن هم أقل من غيرهم، وعشان يقدروا إن هم يندمجوا داخل المجتمع، وممكن جدا أما يكبروا يكونوا أكيد حاجة كويسة. ايه بقى يا جمانه، انت في مدرسه ايه؟ فيوتشر. تاخدي ايه في المدرسه؟ انجلش، عربيك، ريليجن، ماث، ساينس، وشين، جيرمان. جيرمان؟ السكند لانجوج بتاعتك جيرمان؟ يس. طب كلميني جيرمان كده شويه. ايه اسمك ايه بالجيرمان؟ مين يعرف؟ انا بعرف. ايه؟ فيربس دو. انا ما اعرفش الجيرمان. فمش هعرف اعدل عليك. ايش بين سعيد. ليه؟ تاخدي ايه؟ اولى. تبتدوا انجلش وفرنش من سنه كام؟ برايمري 2 لبرايمري 3. اوكي، طب ايه الستوري اللي خدتوها في الانجلش؟ هايدي بتاعتها، انت اند ذا كريكت، وقصه بتاعت الترم الثاني سندريلا. مين اشطر واحده فيهم؟ مين اللي دايما لما ما بتبقى مش عارفين ان تعملوا الهوم ورك بتاعكم هي اللي بتساعدكم بامانه من غير زعل؟ انا وملك. امانه انا بذاكر لعائشه برضه ساعات، وفاطمه وبسعد، هم بس اللي بيحتاجوا مساعده. بس انا ساعات ياسمين ونسرين وفاطمه بيجوا يقولوا لي انا مش عارفه الكلام ده، تعالي ذاكرينه، وانا باجي اذاكر لهم. بتاخدوا ايه في الريليجن؟ سورة الشمس وسورة الضحى وسورة المسد وسورة القارعة وتبت يدا والشمس. أنا طيب ايه اكتر مادة بتحبوها؟ الدين والانجلش والجبهة. انتي بتحبي ايه؟ الانجلش. محدش هنا في فرنش؟ مين فرنش؟ كلكم جيرمان؟ سكند لانجوج فرايكو كلكم جيرمان؟ قول. انا السورس بتاعتي لاين اند ذا ماس والسلايم وسنو وايت، وباخد صور الشرق وكل اعظم رب الفلك. مين بيذاكر لكم هنا في البيت؟ مين التيتشر اللي بيذاكر؟ سوبر واو بتاعت كل المادة. مس ايا. بتحبوها؟ جدا 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 جدا. وبنحب حضرتك. بس انتوا بتحبوا ميس ايا ليه؟ بتعمل معاكوا ايه؟ عشان هي ساعات احنا بنطلب منها حاجه، يعني النهارده هي احنا عاملين فكره كده عشان النهارده عيد ميلادها. هناكل شعرنا ونجيب لها تورته ونزين لها كل البيت كتير، ونطفي كل الانوار ونوديها في حته، وبعدين نجيبها تاني عشان هي ونخليها فخمه. انت حاطه مانيكير اهو. حاطه
خلصت. روحتي المدرسة؟ روحتي المدرسة بالمانيكير؟ ده سؤال. لا احنا قبل ما تيجي. انا رحت 7 ايام بالمانيكير. يا سلام، ومحدش قالك حاجة؟ ها؟ خلصت المدرسة وعملت مانيكير زي ما احنا عايزين. اجازة عشان خدتوا الاجازة؟ وقبل ما تيجي قولولي بتعملوا ايه في رمضان؟ بتقضوا رمضان ازاي؟ انا كنت بسوق انا وسعاد وحبيبة وبس، لكن اخواتنا كانوا بيصوموا 4 مرات بس، عشان لكن الباقيين ما عرفوش يصوموا، فصاموا بس لغايه الظهر. يعني انتوا بتصوموا في رمضان؟ بتصوموا. طب بتفطروا ايه في رمضان؟ بتحبوا تفطروا ايه في رمضان؟ مكرونه سباكيتي بالصلصه وتمر ولبن ببلح، وكمان بنحط ترابيزه وبابا. فيكم بتعرف تطبخ؟ مين بتعرف تخش المطبخ؟ بتعملي ايه في المطبخ؟ بعرف اعمل مكروني، بعرف اعمل وبعرف اعمل اشرب بيض، بعرف اعمل حاجات، بعرف اعمل رز. انتي بتعرفي تعملي ايه؟ انا بخش مع بابا المطبخ وبقطع معاه الخيار والجزر، وبعمل معاه السلطه، وبعمل معاه اللحمه، وبعمل معاه كل الاكل. انا مبسوطه ان انا شفتكم النهارده جدا. بصي ام علي بتتعمل ازاي؟ ممكن تقولها لي؟ انا ما اعرفهاش بس بحبها. المامي قالت لي اللي هي بتجيبي فطيره وبتحطي عليها لبن وسكر وخلاص، وموضوع انتهى على كده. الموضوع شايفاه بسيط وسهل ويتعمل يعني. لكن خلطه الحاجه تيتا بتجيب لنا كل الخضروات وكل الفواكه وتحطهم في الخلاط وتخلطهم، وبعد كده تسخنهم على النار وتديها لنا. كانت واحنا صغيرين كنا بناكلها وبنحبها قوي. تقفوا معاها بقى تساعدوها؟ لا كنا صغيرين لسه، بيبيات كانوا بتشيلنا على كتافها. انا مبسوطه ان انا شفتكم النهارده جدا وقعدت معاكم، وهاجيلكم تاني ماشي؟ واحنا جايين بقى المره الجايه عايزين نجيب حاجه واحنا جايين. اللي عايز حاجه يقول. مش عايزين حاجه؟ طب حلوه قوي، خلاص هنجيلكم المره الجايه ان شاء الله. انا مبسوطه ان انا شفتكم النهارده جدا، وعايزاكم تقولوا بقى كلمه اخيره لتيتا بقى، تقولوا لها انا بحبك. احنا بنحبك يا تيتا، كل سنه وانت طيبه. انا بحبك يا تيتا، كل سنه وانت طيبه. بحبك يا تيتا، كل سنه وانت طيبه، وشكرا وربنا يخليكي لينا. وهابي بيرثدي. منوراني جدا والله. يعني بشوفك كده منوره الشاشه كده على طول كده ان شاء الله. حبيبه قلبي قولي لي بقى، يعني انت جايبة عندك 10 ل 13 بنت تقريبا؟ 13 بنت. بس انا حاسه انه انت مقعداهم في بيت. انا وانا داخله ما حسيتش دار. صح. شقه في عماره عادي جدا. صح. ففي بيت. صح. فانت عامله جو البيت. صح. ده انت قصده؟ اه. ليه بقى؟ عشان ايه؟ مش عايزه هم يحسوا بان زي يقولوا في دار، وهم يحسوا ان هم يعني كده مش زي العيال العاديين يعني. فانا عاملاهم بيتي ده بيت عيله يعني كده، ولهم اب وام، ومخليهم خال وخاله، ومخليهم عادي زي اي بنت يعني. اب وام وخال وخاله اللي هم عيلتك؟ عيلتي. بنتك وجوزها واولادك؟ ولادي وابني باباهم يعني كده، مخليها بيت عيله. وطلبت ان انا اعمله بيت عيله بس ما رضوش، قالوا ما بقاش في الشؤون دار عيله يعني. عايزين يبقى دار مش بيت العيله. لا دار. ايوه فاهمة. بس يعني اعمل ايه؟ ها طيب انت مدخلاهم مدرسه الفيوتشرز، مدرسه لانجوج، مدرسه اجنبي. ليه؟ طب ما كنتي ممكن تدخليهم مدرسه حكومه وتوفري على نفسك. لا طبعا ما اقدرش، لان هم شاطرين قوي وكويسين، فانا معاهم لحد ما ربنا يوصلهم بال الامان على الاقل يعني كده يتخرجوا. بس مش العمر بتاع ربنا، انا معاهم لحد الاخر يعني. ربنا يديكي طول العمر لحد ما ربنا بقى يامر. بس انت مأمناهم؟ اه. مأمناهم ازاي بقى؟ انا شايف، انا شفتك بتتعاملي معاهم وبيحبوكي ماما، انت ماما. بالنسبه لهم انت الارض الثابته اللي هم واقفين عليها. وانا الامان بتاعهم. انت الامان والاساس. مأمناهم ازاي؟ مأمناهم بعملهم زي احفادي، مأمناهم كماده يعني برضو. ولا بتكلم عامه يعني مثلا انه يعني ممكن مثلا لا قدر الله لو حصل اي حاجه، هل انت مأمناهم اللي هم لسه اطفال صغيره؟ مأمناهم ازاي؟ انا مأمنهم، حاطه لهم شهاده استثمار في قناه السويس، دول كل واحده لها شهاده. مبلغ كويس. وحاطه لهم دفاتر توفير. وانا برضو ربنا كرمني بحته ارض.
اخذتها تبع كان الاجتماع ده اللي هو تبع فاخذت الحتة الارض ربنا يكرمنا بحاول ان انا اعمل لهم اي حاجه فيها كل بنت شقه على اساس ان ما يطلعوش برضه يبقى يروحوا الشارع يعني عايزاهم يبقوا امنين يعني عايزه تعملي لكل واحده شقه الله عايزه اعمل بس ربنا يكرمنا بقى ونقدر نعمل لهم كل واحده شقه بيلعبوا رياضه كمان كان في يعني بسالاهم وانا عندهم بس هم اشتريت بيلعبوا رياضه في نادي ايه كنا بودهم نوادي يعني كده نوادي تبع الجيش نادي بودهم نادي مدينه نصر ايوه بودهم نوادي كده يعني عندنا في كده شويه بروح العب انا بدا انا سالتهم سباحة. لا بيلعبوا سباحه بيلعبوا سباحه وشاطرين كلهم ومكملين ما شاء الله ومكملين الشهيد طلعت وكلهم طالعين ما شاء الله ناجحين الامتحانات وطلعوا بقى اللي معاهم شهادات تقدير والمدرسه كلها شكرتنا صراحه والحمد لله يعني ادب واخلاق الحقيقه انا عايزه اشكر المدرسه برضو في حاجه لانه يعني في مدارس كتير بيبقى عندها بتبقى شويه تحفظات لو شافت مثلا انه ايتام او حاجه تقول لك لا ما ناخدهمش فانا بشكر المدرسه فعلا ان هي عندها الصدر الرحب ده وناس استقبلتهم ما منعتش بس ما حاولتش تنزل لنا حاجه بس ما منعتش الحته دي يعني ما حاولتش تساعدنا باي حاجه ما بس نزلتش في الفلوس لا ما نزلتش لا نزلوا بقى في الفلوس بقى المفروض تنزلوا في الفلوس شويه الصراحه بس هم بقى ربنا يعني الحمد لله كرمهم وطلعين كويسين هناك وجايبين شهاده تقدير ما كنت اجيبها معايا بس قلت بقى يعني ايه اللي خلاكي طب تعملي لا انا ليا بنت كانت مهندسه هي وجت حملت اول حمل لها 26 سنه وجت تولد الوضع يعني فالبنت ماتت نزلت ميته هي تاني يوم ماتت فهي يعني الحمد لله كان عندك يعني بنت وكانت حامل وولدت كانت اخر اصغر بنت عندي وكانت قريبه مني هي قريبه مني قوي كانت صغيره انت عارفه صغيره بتبقى يعني وحتى السكر ولدت جابت بنت فنزلت ميتة البنت ماتت حبيبة قلبي الحمد لله وبنتك مامتها عملت ايه تاني يوم؟ ماتت تاني يوم على طول حتى انا وفي حضن بعض كده والحمد لله رب العالمين ده كان موقف صعب كان صعب بس انا لجأت لله ساعتها وربنا صبرني والحمد لله طب يعني وعملتي ايه يعني عملتي ايه بعد ما بنتك توفت؟ بنتي توفت لا يعني بالنسبه للموقف يعني بالنسبه لي ان يعني هي كانت والدة كويسة وطبيعية وبعدين بعد كده بقى قلت لها انها هفر بنتك في الحضانة عشان ما تزعلش دخل الدكتور قال لها لا بنتك تعيش وتجيبي غيرها فحصل لها زي ما تقولي ايه صدمة مش عارفة ايه اللي حصل حبيبتي طهرت على بنتها طهرت على بنتها فالحمد لله يعني رجعت لله وانا لله وانا اليه راجعون ليا بيت الحمد عند ربنا كمان الحمد لله ما عملتش يعني ولا كده فايه اللي خلى الفكره تيجي في بالك برضو ان انت تجيبي بنات وتربيها هي كان معاها فلوس حطها في بنك عندنا في احمد فخري حتى فلوس بتاعتها وانا برضو معايا فلوس بعد كده فبس هي الحمد لله يعني كانت سايباهم بقى كانت عماله تلم من هنا عندها حاجات تبيعها وتحط في البنك عندها حضانه سابتها وصفت وراح حطتها في البنك حاجات كده عملتها سبحان الله يعني حبيبة قلبي الله يرحمها يا رب يرحمها فانا حبيت ان انا اصرفها في الخير يعني يعني القرش بتاعها عامله لها وعملت كل حاجه ما تتخيلي سبيل هنا لا هنا ابني جامع هنا عامل مش عارف عملت حاجات كتير قوي واخر حاجه حجت لها كان لها ارض بعتها وحجت لها منها فحجت لها كمان الحمد لله رب العالمين يعني انت عايشه عشانها حتى وهي مش موجوده ده دي الحاجه اللي بتعوضك او الحمد لله هم عوضوني وسبت بس بيتي انا وقعدت معاهم اربيهم تربيه كويسه وما سبتش امس الامهات والحاجات اللي يعني كده موجوده لا الحمد لله قعدت معاهم فبربيهم زي احفادي ما انا شفت وشفت قد ايه بيحبوكي انا بعرف من 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 الولاد البنات بعرف منهم اذا كان هم هم بيبان عليهم كل حاجه فهم بيتعاملوا في بيتهم في حريه ولو مش اشقيه وبيتشاقوا براحتهم كل حاجه براحتهم براحتهم طيب انت طبعا الحمل كبير عليكي برضو خلينا نقول وخصوصا كبرت قوي يعني فبقى الحمل اكبر دلوقتي مش 13 بنت برضو مسؤوليه كبيره بتقبلي تبرعات ولا انت والله انا كنت الاول ما بقبلش بس دلوقتي يعني بقت الظروف ما بقتش كده فنقبل تبرعات بس بقى يا ربنا اللي حابب يوصل لك ازاي؟ يوصل لي عن طريق الدار او طريق التليفونات بتاعتي او الدار
يعني الدار حضرتك انت شفتيها والحمد لله يعني. طب انا عايزاكي تقولي عشان الناس تعرف توصلك. انا اسم الدار يعني الدار في منطقه 9 6 شارع لوتسبرج الصفار منطقه 9. اسمه ايه؟ دار الابتسامه للايتام. وانت حابه ان الناس تساعدك يعني؟ يعني احب اهل الخير برضو يشاركوا معايا في الخير. مظبوط صح. وانا معاكي وانا معاكي. ربنا يكرمك يا رب. شرفتيني ونورتيني النهارده. الله يخليك. وانا اتمنى ان ناس كتير تبقى زيك. وبعدين برضو اهل الخير بيشاركوا معايا في برضو في المدارس وبيشاركوا معايا طبعا في المدارس. انا مش قادره برضو ادفع لهم كل واحده مبلغ كبير يعني انت عارفه المدارس مدارس ما دخلهم مدارس غاليه مش مدارس رخيصه. دي بقى دي اهل الخير معايا صراحه وكرم ربنا علينا وهم برضو كرمه مع العيال يعني. انا بشكرك جدا ونورتيني النهارده يا حاجه صفاء. واتمنى الناس كتير تبقى زيك. انا كنت لسه بقول دلوقتي يعني لو كل حد خد مش هقول 10 انا بتمنى حد واحد حاجه واحده انهم يسموا لي دي بيت العيله. انت نفسك في اسم بيت العيله؟ بيت العيله مش عايزه دار لهم لانهم الناس بتفكر الدور كلها يعني مش مظبوط. مظبوط. فانا نفسي حق. انهم يخلوا لي يعملوا لي دي خلاص ده طلب بنطلبه من وزاره التضامن الاجتماعي ان هي تنقلك الاسم لبيت العيله. واظن ان ده طلب بسيط وسهل يعني. يعني لواحده عامله المجهود بتاعك ومش عايزه حاجه من الدنيا غير ان البنات دول يبقوا كويسين. الحمد لله رب العالمين بس ربنا يكرمهم ان انا اطمئن. انا اتواصل مع وزاره التضامن ونقول ونجيب لك رد ان شاء الله وان شاء الله خير باذن الله. ربنا يكرمك. نورتيني النهارده يا حاجه صفاء وهنفضل متابعين معاكي ان شاء الله. وعايزين نشوفك برضو عندنا كده تنورينا ان شاء الله. هجيلك نخلص بس من زحمه رمضان وهجيلك على طول. حبيبه قلبي نورتيني. وانت طيبه يا روح قلبي. وانت طيبه حبيبتي الله يخليك. مشاهدينا راجع لكم مره ثانيه بعد الفاصل استنونا. بعد الفاصل الطفل يوسف كان بيلعب مع اصحابه ورموا عليه ماده بتحرق. انا مش عارفه الماده بالظبط عباره عن ايه لكن هم رموا عليه ماده بتحرق. حبيب قلبي هو طفل صغير تشوه خالص وحاجات يعني محتاج عمليات كتير ورا بعض عشان يرجع طبيعي مره ثانيه. طبعا احنا اول ما بعت لنا رحنا له فورا وشفنا هو محتاج ايه وابتدينا معاه اول عمليه بيزرع بيكملوا جزء من ودانه تقريبا او حاجه زي كده. فهنعرف من الدكتور دلوقتي. تعالوا نروح نشوف يوسف ونرجع نكمل معاكم مره ثانيه. الحكايه ان يوسف كان لسه جاي من الدرس كان في اول شهر واحد وهو جاي من الدرس العيال كان بتلعب بالولع ووقف يتفرج عليهم وهما بيعملوا ولع جت عليه سابوه جريوا. لما سابوه جري بقى هو قعد يصوت في الشارع ويعمل بالرمله لقى بيت مفتوح راح داخل عليه الناس طفوه وجابوا لنا. محتاج عمليه في ودنه ومحتاج عمليه في وشه في عينيه. الكشف الطبي عليه تبين انه كان بيعاني من حرق باللهب من حوالي 5 اشهر. حصل شويه تشوهات في الوجه زي ما حضراتكم شايفين. اجري بعض العمليات الجراحيه في مستشفى قبل كده ولكن هو يعني يحتاج الى بعض الاجراءات الجراحيه لاعاده طبعا ان شاء الله الابتسامه واعاده الوجه الى ما كان عليه باذن الله. بحيث طبعا ان شاء الله انه ما يكونش عنده اي شيء او يحس بنقص مقارنة بأقرانه في هذا العمر أو في المدرسة. في رمضان بنحب نشتغل أو أكتر في الحالات اللي هي فيها إصلاح أكتر من تجميل أو تحسين. ففي فرصة وخاصة في الأطفال كمان وخاصة في فترة الصيف بنفضل الأطفال علشان قبل دخول المدارس. فإن شاء الله في أقرب وقت بإذن الله الدكتور حسيني في أقرب وقت بإذن الله تنزله لي في الليستة يوم الأربعاء بإذن الله. مش عارفه يعني المفروض انا اشكركم كتير على اللي انت عملتوه معانا بجد يعني. والدكاتره هنا كويسين جدا وقبلوا لي مقابله كويسه وهعمل هاجي بكره اعمل التحاليل وابني هيتحجز في رمضان وهيعمل العمليه.
يعني اطفال بيلعبوا مع بعض، ايه اللي يجيب ماده زي دي في ايديهم يرموها على بعض؟ يعني فين الرقابه برضو؟ المفروض يكون هنا في رقابه. حبيب قلبي يوسف طبعا احنا مش هنسيبه غير لما نكمل معاه. هو عمل فعلا اول عمليه في بدايه رمضان، عمل العمليه بتاعت ودانه، وهنكمل بقى معاه وشه عشان يفضل او يرجع الطفل طبيعي، يعرف ينزل يلعب مع اصحابه ويعرف يروح مدرسته، لان هو عنده مشكله وعنده ازمه كبيره بسبب الموضوع ده. محدش اطفال كلهم طبعا لما بيشوفوا المنظر بيتخضوا، بس احنا مش هنسيبه لحد ما نطمن ونتاكد ان هو كويس ويرجع ان شاء الله زي الاول، ومامته ترجع تتبسط بيه مره ثانيه. للاسف الشديد وقت الحلقه خلص. تليفوناتنا يا جماعه شغاله، والله جه كم تليفونات واحنا على الهوا، للاسف من كتر الفقرات والحالات انا مش بلحق اخد التليفونات، عشان كده عملنا ان احنا التليفونات تبقى موجوده خلال الاسبوع كله، يعني انتوا هتخلصوا معانا دلوقتي هيجي لنا تليفونات في ناس جاهزه هترد عليكم وتستقبل الحالات وتشوف انتوا محتاجين ايه وعايزين ايه، وحتى لو حد حابب ان هو يتبرع لاي حاله من اللي كانت موجوده معانا برضو يقدر ان هو يتواصل معانا من خلال الارقام اللي هتنزل قدامكم دلوقتي على الشاشه. والرساله على فكره انا بقراها، رسائل، وهحاول بكره في بدايه الحلقه ان شاء الله ان انا اقرا بعض الرسائل اللي اتبعتت لنا، سواء على صفحتنا اللينك بتاعنا بتاعها هينزل دلوقتي قدامكم اميره بدر، هقرا بعض الرسائل وهقرا برضو بعض الرسائل اللي جات لنا على الارقام اللي هتنزل قدامكم على الشاشه، والاتصالات بتاعتكم هنستقبلها وان شاء الله خير ما تقلقوش. بس دايما حطوا في بالكم ان انا باخد الاولويه، يعني طفل زي يوسف ده ما كانش ينفع يتساب، لازم فورا يتعمل، فدايما بناخد الاولويه، الناس اللي محتاجه اكتر حاجه دول اللي بناخدهم، مش معنى كده ان احنا مش هناخد بقيه الناس، هناخدكم كلهم. يعني يا رب خلال ال 30 يوم دول اقدر ان انا اعمل اكبر خير ممكن اقدر اعمله، وبعد رمضان ان شاء الله مكملين معاكم. فباذن الله ربنا يقدرنا على فعل الخير. يا جماعه ارجوكم اللي عايز يتبرع يكلمنا على الارقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشه، احنا بنوصلكم بالحاله، احنا مش هناخد حاجه في ايدينا، بنوصلكم بالحاله اللي عايزه. قولوا لنا بس انتوا في ناس عايزه تجهز عرايس، في ناس عايزه تدي اسر فقيره جدا 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 فوق ما ممكن تتخيلوا، محتاجه اي فلوس، ممكن تدوم دخل شهري، حد محتاج اجهزه كهربائيه، ام معيله محتاجه حاجه، الشركات يا جماعه والمؤسسات ارجوكم محتاجين وظايف، رجال الاعمال قدموا لي وظايف، ما عندي ناس كتير جدا طالبه وظايف وطالبه منكم ده. فبشكركم جدا، ان شاء الله اشوفكم بكره على خير في بيت الخير فقط وحصريا على تلفزيون المحور من 11 ل 12 مساء، وعلى فكره الاعاده بتاعتنا الساعه 10 الصبح. فاشوفكم بكره ان شاء الله فقط وحصريا على تلفزيون المحور. كنت معكم اميره بدر، سلام. لسه الامل موجود ولسه ما انتهاش، ماشيين في سكة كلها مليانة.